السلام عليكم. مرحبا 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 مليون اجين في حلقة جديدة وقصتهم جميلة وقصتهم فريدة. نبدأ لكم اياها حار بحار الحلقة. قد بسوي لكم اياها الكترونيات الشو البنفسجية يبالها موارد. انا سويت كم شغلة زيادة على فكرة، لكن سويت السيور الإيداد الزرق، شغلات روتينية يعني سويتها توميتد. بس هذا شكله فيه وايد مواد، له وايد مواد ومش عارف كم مواد. يبقى شوف هالسيور الجداد اللي كنت مسوينهم، شوفهم شوفهم يا الله محلاهم. أظن عندي بيبات، هي عندي بيبات وصلت كل شيء عندي. هذا الإلكترونيكس نفسه يبقى سلفرك أسد، ترى بنسوي كيميكال بلانت حتى الحين. بس حق هذا يبقى لا سوي بيكن اتميتد صح. والبيكن يكون هني ولا شكله ما سويت للريسيرش صدقوا. البيكن بيكن مش اللحم، ها سأخبركم يعني وين اللحم والبيكن. لا مش 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 هذا كل بيكن اللي انت تفكرون فيه. في العالم يعانى الصراحة اعرف. هذا ما توصل للأسف، عليك مكان خايس ولا تزعل. ما تزعلش بقى يعني، ما له داعي الزعل يعني. كم بمد من تحت؟ تعبت والله تعبت وانا مد من تحت. ما بمد من تحت، بسوي فول نتورك. وين هني حط سملتنج في وجهه وخلاص عند الردة هيل وخلاص. احنا عندنا 20 هناك، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. خلينا نجرب 16 20. بحطي واحد حق الواحد، اظني اكثر من كفايه. لكن حتى هو كشيء نفسه هذا مش كثير الاستهلاك نفس امور ثانيه. في احد مشغل؟ هذا مو شغال مسكين بعد بروحه يعاني يعاني. اجل انها المعاناة الفعلية والحقيقية. خلنا نشوف هني، نحن ما عندنا سبلاي تشين. في احتمال ان نحتاج سبلاي تشين الصراحة. انا احس نفسي ابا هذا يشتغل هني بصراحة. اتكلم شخصيا يعني، ما اعرف عنكم، لان بعدها بيفعلوا الكونستراكشن اريا اللي هو شو راح اسوي فيه. اللي راح اسوي فيه هو هذا اول شيء. ويا يورانيوم اللي هني بسوي محطه نوويه عود الحين. تريو انت شوي بس، تريو بس يبالا محطه نوويه طيبه. نسوي السملتر مالنا، ما اسوي اغير في الديزاين نفسه السملتر، لكن شو اسوي؟ هل عندي انتاج هذا اصلا ستيل فيرنس؟ خلنا نشوف. نبغى ستيل ونبغى طابوق صح ولا ايش رايكم؟ لحظه، انا عندي هني تخطيط سبلاي تشين. انا عندي ابغى الطابوق من هني وبالستيل من وين هناك. فشو بسوي؟ بسوي طريقة لذيذة شوي. بقطع الدرب هذا، نسوي هذا نبغى اوتوميتد. اذكركم انا نحن نشيل شيء، نحن نجهز الحين حق منو اساس. بس واحد بزيادة، بعد واحد بزيادة اظني هذا يكفي. يبالي شغلتين كان على ما اذكر انا. هذا 2 1 نبه هذا ونبه هذا ونبه هذا. انتو لوجيستيك تشست which is too much which is will be somewhere around this.
هني، وهذا شو يسوي لنا؟ الكتريك فيرنس. وين ستاك زيادة اصلا؟ بلو برنتس ديليت ادت ليبل، ما ابى ادت ليبل، انا ابى ادت هذا نفسه، يعني هذا هني صح. هذا ستيل سملتر، انا ما بستيل سملتر، هذا البيسك سملتر ماله. روم احطي مكانه يا هل ترى الفرن العود؟ اذا احطي في البلو برنت نفسه مثلا هذا هني، خلونا نجرب. انا ما جربت شيء، تو اخترع بالي، لكن تعيب هذا ما يستوي، ما يستوي شكله. لازم شو اسوي؟ اخبركم انا الحين، نبني ونسوي عليه ابجريد، تعرفون كيف؟ وين بلو برنت نفسه اللي هو هذا، اوكي نحطي بهاي الطريقة. حلو، نحطي هني، نعطي مجال حق غيره، حق لا زين، وني بالفرن هذا ما يسوي، سوي على هذا لحظة، نمسح منه هايل، خلاص طورنا نحن، ما نبغى الأفران الأولية، حتى اللي يسويه ما نبغى، خليه بالأفران الجديدة. طبعا شفت كليك إذا شيء في شنطتك يخليه شو مي بش اسمه ما يبني، ما تبني، ما تستعمل الايتم اللي عندك، لكن هني بالي تعديل على فكرة، ما عندي واحد زايد امسك. بني بشوي فحم على الطاير، لزوم الانتاج. وننتج فحم، اظني هاي بيكفون، لكن خلنا نسوي على الاقل نص الرشيو. ادري مخربين هاي، بس ما باشلهم الصراحة، ما باشلهم. اوكي هذا كفي، شل هذا هني، هذا هني، هذا هني، هذا هني، وهذا هني، نرفع لين فوق، ممكن احط مع سبلتر بس مع طف ما يباله. المفروض كنت اسوي انسخ واحد ابجريد جاهز، وشو اسوي؟ بحط المكان هذا وفك عمري، مفروض، بس ما سويته. اللي هو هذا بيكفينا الحين انتاج. ممكن حتى اسوي خطين هني، بس الاثنين هاي نفسهم هني سبلتر، وهذا نشله من فوق نحطيه وين؟ تحت. روم يسوي وايد شغلات هني، لكن هذا يكفي وزيادة، وما له داعي حتى عقد المواضيع يعني. في حال في المستقبل احتاجنا روم نسوي لهم سبلت، خلاص خلينا نرتب شوي اشكالهم، دينات عند بعض يعني. انزين نرجع لصديقنا، منو هذا اللي بيسوي لنا كبر كيبلز هني؟ ايش يبون؟ بنحط سبلتر جست ان كيس، وبنحط لهم شو هذا،
هذا الشيء بيسوي لنا يبقى كبر كيبل ويبقى ايرون بليت. ايرون بليت هذا هو قريب ما قاعد يستهلكونه. لو سمحت اركب عدل. ها كله حق الشسمة الحمراء. رايكم خط الانتاج؟ لازم رايكم خط الانتاج ولا يا ساتر على اللاين هذا. ليش ما اسوي ريسيرش انا؟ تمام ما عندنا الاصفر. نحن في الدرب للاصفر الحين. نحن ما سوينا اصفر. نحن في الطريق الى الاصفر. الطريق الى الاصفر. الحين ما له داعي الاستوك عود من هذا لان في النهايه اخر شيء روبوتات مالي بيجيبون ماتيريالز. ورغم طلبه جاهزه لان عندي الصنعه بس لانه سريع ما يعني ما 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 توصل احد انها تفرق. عرفتوا استاك انسيرترز مستعمل هني ما يحتاج ذاك الزود ترى على فكره يعني كم استاك ايش الفور استاكس اوكي مو مشكله. هني ابايب البليت في عندي بليت قريب جايب من خط اللي تحت ترى عنده فايض ترى ياس يتجمع هني البليت ودنيا. خلنا نشوف هني البليت كيف متجمع. مرصوص رص بس تمام. بس اللي مع منو رمش اللي مع الجرين سيركت صدقون. لكن اذا اشتغلتها صح هني بيدخل بليت هني بيدخل شو جرين سيركت دايركت منه وشو وفيه نزيد استاك انسيرترز نستعملهم. هذا يبا هذا هذا مو مشكله هذا بننتج الحين. احنا ما مش قضيه موجود عندنا البيب جبت لكم اياه جاهز. البيب فيه لوبريكنت اخ اخ بني بنت حتى ما عندي مشكله بنبدل البيب هذا ببيب ثاني تبون. لا لوبريكنت حق شيء ثاني يبنا نسيت ابا بليت بيور ممكن بيور بليت تعطيني خط من عندك يا صديقي والعبه. هذا هو يعني مش هني سوري اوكي هي شغلة اللعبة هاي توصيلات توصيلات تخبل بالواحد على فكرة مرات. الا البليت ما دخله مع العالم اي بليت بعدين. في شيء ثاني طالع لفوق؟ لا خلى النيبة مع الخط هذا والنيبة شكرا على الريسيرش. سوي ريسيرش دامك شغال عنا وايد شغلات نسويها الحلقات الجاية. زين تعال انت يا صديقي هني تبى بليت سؤال لا تبى بلاستيك وتبى هذا بني بيله كل شيء بيله عندك مو مشكله. انت بليت تدخل هني اروم اسوي مصنع ثاني دايركت على فكره على التصميم هذا بس اوصله فيه بيكون فيري نايس توصيله وايد حلو بيكون. تانكس نعم هالدبابات ودباب دباب. زين انت شو تبغى؟ بلاستيك. انت تبغى بترول هذا الثاني. خلاص بني بلهم خط من تحت. عندي بيبات ابا بيبات هاتوا لي ستوك. وهاي البنتجم عندي هذا جاهز بس بلاستيك ما عندي. بلاستيك موضوع ثاني يعني موضوع خطير. هذا يا صديقي انت ترتيبك لازم يتغير من عن شد يعني عن جد لازم اغير ترتيبك لين اوصلك فوق فوق بتفاهم يا
ايوه من وين يجيب الخط هذا؟ بيب مرسير سنتر. يلا مجبور. شليت كل مكان الا اللي ابغاه. لاني محتاج مكان واحد على فكرة، ما احتاج اكثر. وعندنا النيبة هني يا جماعة الخير، والنيبة من وسط الريسيرش. ريسيرش بيمدينا طلع. هذا طلع أموره طيبة. انزين هني بيبدأ شو تفصيل البيبات شوي. ليش؟ لأن أنا محتاج تو بلانتس، محتاج واحد يشل هذا ويسوي له منو، خليني أحط عليه هذا يحوله لغاز. شكرا شوتجن. ما اعرف شو فايدته، ما سويت ولا مره في اللعبه هاي، بس ما عليه. هذا بيشل اللايت وبيسوي له شو، بيحاول الى يا اخ ابو مي. تعال تذكرتي ولا مي، ما في مي قريب بعد درب طويل المويه. يبال اندر جراوند بام شيء، الوضع تي ما يبشر بخير ترى، مو شيء الصراحة. حركة مو بحلوة، ما في اندر جراوند بام. اعترض وبشدة. طلع هذا اوكي، نجيبه هني، حط له بيبين. مكان يبغى شوي تعديل بس، ولا هذا مو بيبين نفس المكان. صبر، بيبين من هني حبة. هذا لازم خطوات اساس ان البيبات من المي ما تختلط. والله لانه اختلطت بيبات المي مصيبة العيد. نيب العيد ما بهم يختلطون. تعال اشتغل هني، انتو تعالوا هني، شوفوا التغييرات هاي. التغييرات هاي بتي بالعيد. انا متأكد اني بحتاج مساحة، متأكد وبعدني اخاطر. نبا اذا جبته هني بيختلط مع هذا الاويل ولا؟ خلنا نشوف. هني
مني بهني الحني بالمي يا ابني. والله المويه من مسافة الصراحة، بس في مكان احس انه ما عدلته. لحظة بيوقف عليه الانتاج اذا ما عدلته. ايوه هذا خلينا نحطه على الخط. في مكان ثاني ما عدلته؟ لا عدلته. اوكي موجودة عنده اثنين ماله، أموره طيبة. هذا شو يسوي؟ هذا يحول لي هذا لشو؟ لغاز. الحين ها محتاج شغلتين، محتاج بلاستيك هني ومحتاج شو؟ هذا هني. فهذا لحظة يسوينا بلاستيك. شو يحتاج؟ يحتاج بس غاز. خلنا نشيل عن الدرب عيل، حطيه هني. شوفوا الوضع يبالة تكتكة. لا تستهينون في الوضع ابدا ابدا، لا تستهينون فيها. انت سو حقنا بلاستيك. الفحم من الشغلات البسيطة حقنا. لحظة الفحم من الشغلات اللي متوفرة عندنا دايما. الفحم عنده سهل يعني. ما يستسلم وين اذنك يا جحا. هاي شغلانه بعد بروحها. سو بلاستيك ابى امر من النص انا ما يخسرني. انزين شيلنا خط مهني طالع. يعني انا في كل الاحوال بحط مال كهرباء هني. اوكي هاي بلاستيك والكترونيك سيركت. بلاستيك خلي بالعكس، سوي بالعكس على اساس ما يزعل منه يعني. يبا لحظة هذا بعد يبا شو؟ ليش السيركت هذا مش موصل له يعني؟ موصل له موجود. اوكي ممتاز. النيب البلاستيك. شكرا على انك تقاطعني كل شوي. نيب بلاستيك بكل بساطة. ونحتاج حق الثاني شو؟ ناخذ لنا غاز ثاني. زين ونحول هذا لسلفر. زين يبقى سلفر يعني يبقى ماي. زين والماي راح يكون وين؟ هني بيبات ان شاء الله خطة تضبط. اذا وصل ماي زين. والله وصل ماي ممتاز. وكم كل بلان قدامي يحول السلفر لشو؟ لهذا صديقنا الثاني. بس يبغى له جدمه شوي. لحظه ولا حطيه مكان ثاني هني. هني بصديقنا هذا يحطيه هني. هاي السلفر ينشل ترى. هني بلنا بيب ماي في الوسط. هاشي يحول لحظة يبو بس ماي. اوكي
تعال من هني لين هني وتعال انت هني. حبيت موضوع بسيط يعني، بس يبغاله شوي تمعن. نعم انه تمعن، نحتاج الى تمعن، تمعن ممعونة غير ملعونة. فلنذهب. دائما غلط قياس واحد. حب هالحبة دائما ذبحتني. اوكي هذا هني. والله انك ما تستاهل عمود كهرباء، بس مجبور مجبور فيك. انزين ابو البيبات يبالك. اوكي تم التوصيل. استوى على مصنع الكتريات بنفسجية. المهم انتم متابعين وياي ترى، اذا انتم متابعين وياي الحين انتم تعرفون المصنع ايش يباله. الحين بخصوص هاي الخطوط، اذا على سبيل المثال ايت احطي واحد ثاني شو يستوي؟ يستوي اوفرلابنج صح؟ لازم احرك مصنع البلاستيك والبلتس، لازم احركهم. بس انه في مكان عادي، بس انه هاي اللي مخربين مش قضية على فكرة. هذا حق الحين ما بنحتاج اكثر. هاي الحلقة بتكون بس بسكرها مصنع الالكترونيات البنفسجي، واظني فيكم ملل وشفتوا المواد اللي يبالها وشفتوا كيف نحولها. انا اتصوركم في مرحلة متقدمة يعني، ما احتاج اني اشرح هالامور كلها من اول وجديد. واذا يبكم فيديو لايك سبسكرايب فولو شير اللي خاطركم فيه. نشوفكم ان شاء الله على خير.